السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم فارس براشد بن سالم الحجري، دكتورة الفلسفة في الطب البديل. جو رائع جدا، مدينة في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، مدينة في بيتشوود. هنا هناك طبعا تساؤلات كثيرة فيما يتعلق بتناول الماء الساخن وقوفا، مثل الآن أنا أعمل تسجيل وبالتالي أحتاج لتناول ماء ساخن وأنا واقف، وأيضا في فترة الصباحية بالتحديد التي أشرنا إليها في على الريق قبل غسل الأسنان وقبل المغمضة وقبل الوضوء، مهم جدا واقفا إذا كان صحة تسمح لك أو تسمح لك، ووقوفا مهم جدا تناول كأس ماء ساخن بمعدل نص لتر أو 500 مليلتر. طبعا هذا للأوقات الخارجية في التجوال أو في السيارة نحتاج الكوب المغلق. عموما مهم جدا وقوف شرب الماء الساخن، تناول الماء الساخن وقوفا مهم جدا، وهذا لا يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لسبب لأسباب عديدة ومختصرة بعض منها. أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم حين نهى شرب الماء واقفا، هو طبعا كان يتعلق بالماء الفاتر أو لأن أنا ذاك لم يكن يتناولون الماء الساخن لأي سبب من أسباب عموما، وثبت ذلك فيما بعد ذلك أن فعلا عندما الإنسان يشرب الماء واقفا ينزلق سريعا على جدار المعدة وقد يؤثر على فترة بعيدة على جدار المعدة. إذن الناحية كان هو اللي هي الأسباب الصحية، وهذا واحد. ثانية هي سنة وليس فريضة، إذا هذا يبقى خيار لدى الإنسان، فبالتالي كما أسلفنا الذكر لأن كان هي لفوائد صحية وليس لها علاقة بما تعلق بأنه التحريم أو التناول الماء واقفا. ثالث سبب ثالث هو الماء الساخن، عندما أنا بالدرجة التي حددنا تقريبا درجة 50 درجة مئوية لا يمكن تتناول الماء الساخن جرعة واحدة كأس كامل أو كوب كامل، تأخذ على جرعات لأن هذه حرارة 50 درجة مئوية، ستجد بأن تستطيع فقط أن تملأ الفم عند كل جرعة دون أن تحرق نفسك بتالي خلال الجرعة الواحدة، لكن أما أنك تأخذ كأس كامل أو غلاس كامل أو كوب كامل مرة واحدة جرعة واحدة على 50 درجة مئوية مستحيل. وهذا سبب ثالث. سبب رابع، الماء الساخن هي فوائد صحية وعلاجية عديدة وليس مجرد إزالة العطش، وبالتالي ننصح بشدة عدم تحريم أي شخص. أولا أن لا تقوى في نفس الوقت لا تقلق أنك يعني لم تلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا ذكر، وبالتالي واظب من أجل صحتك، فالصحة تاج فوق رؤوس الأصحاب، وبالتالي مهم جدا 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 من أجل صحتك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة.